أهلا وسهلا بيكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. غسيتنا لليوم مليوي تعمل 66 كيف مورقة طرية سهلة مهلة، نودكم ما نشهيكم. عملت بها دي ساندويتش حسيلو روعة، يلا تابعوني شوفوا مع بعضنا طريقة تحضير غسيتنا إن شاء الله لليوم. نبدأ بسم الله. الحقيقة طريقة اللي حضرت بها المليوي المراهيدي ديفيرانت على الطرق اللي حضرت بها قبل واللي هبطت لكم بها الفيديو. متسنسة ديما نحضرها كان بالسميد لارتب أكهاوة المراهيدي، زدتها الفارينة وزدتها خميرة الجاتو. حبيت نجربها بالطريقة هذه، يبان طلعت ناجحة 100% تعمل 66 كيف. دونك خذيت كيلتين سميد رقيق سميد ارتب، عليهم كيلة فارينة، مغرفة صغيرة سكر، مغرفة صغيرة ملح، وشطر مغرفة صغيرة من خميرة الجاتو خميرة الحلويات. خلطوا توا كل شيء مع بعضه على الشايح، وتوا باش نزيدوا الماء دافي. هنا استعملت 250 مليلتر دبوزة ذيك الكل، موش سخون دافي اكهوا. دونك راو كونتيتي تاع الماء سا ديبون للنوعيه نتاع الفرينه نتاع السميد اللي باش تستعملوهم، معناها تنجموا تستعملوا اقل مني كيما تستعملوا اكثر من ليسونسييل. تلموا العجينه نتاعكم بالباهي وتقعد لكم تريا. لاستيس لهنا في المليوي باش تنجح يلزمها تتعجن مليح مليح مليح، تتعرك نقولوا احنا. دونك يلزمكم تعركوها على قليلة مدة 10 دقائق لين تولي تكتك هكا تحت يديكم. إذا كان عندكم العجينة دونك تو ميو، هاوكا مدة 5-7 دقائق تخليوها تتعجن بالبهي بالبهي لين تتحصلوا على عجينة طرية كيما تشوفوا تعمل 66 كيف. توا باش نخليوها ترتاح، باش نحط هكا شوية زيت تحتها وشوية زيت فوق منها، نغطيوها بسيلوفان، نغطيوها بمنديلة ونخليوها أقل حاجة سويعة. أنا الحقيقة خليتها صبحية كاملة، دونك 4-5 سوايع هكاكا. نبداو توا في تحضير الملاوي نتاعنا بعد ما ارتحت بالكدا. توا باش نستعمل طريقه جديده، متنساش ديما هكا بزيت زيتونه. المره هذه باش نستعمل الزبده. دونك ذوبت 50 غرام زبده حيوانيه، زدتها الزيت زيت زيتونه، زدتها مغرفه كبيره فارينه ومغرفه كبيره من السميد الارتب اللي استعملته ديجا. نحركوهم بالكدا بالكدا هكا مع بعضهم لين تحصلوا هكا على خليط هكا كيما الكريم، معناها اخف شويه. فوالا، وهذه العجينه نتاعنا بعد ما ارتاحت بالكدا باش تشوفوها تمشي معاك لا تتقطع ولا يصير لها حتى شيء. تعمل الكيف هكيكا باش تعرف اللي الملاوي نتاعك باش تنجح 100%. دونك توا باش نقسموها. الكعبوره نحضروها نغطسوها في وسطك الخليط اللي حضرناه. توا باش نبداو نحضروا في العجينه نتاعنا. نبداو الاول باللول، الكعبوره اللي حضرناها الاولى هي اللي نبداو بها. نبداو بك الخليط، نزيدو كل مره شويه ماك الزيت والزبده والكل، ونحلو بشويه بشويه كما تشوفوا هكا الطاوع ما شاء الله روعه هكا. نخليوها لين تولي هكا ترانسبارانت. توا باش نتويوها سهله الحكايه، ما فيها حتى شيء، اللي الناس الكل تعرفوا كيفاه تتوي الملاوي. تحط ماك الخليط وتسكر كيف كيف من جنب لاخر، وتوا باش تطويها. هلا هذه هي ديما ماذا بينا باك الخليط اللي حضرناه باش يجي مورقة، تجيكم مورقة كل ورقة وحدها. مش نكملوا بنفس الطريقة الكعبات الكل. كملنا توا حضرنا كل شيء،
نخليوها هكيك 5 مينوت ترتاح، ونبداو في تشكيل الملاوي. سمتنا العظام كما تشوفوا، حضرنا هكا احنا نحضروا الحصيره قبل الجامعه، العظام يتسمت قبل قبل الملاوي باش اللي تحضر ياكلوها. هلا دونك نحطوا شويه ماك المزيان، بقاليش توا من الخليطه، باش نحط باش نستعمل كان زيت زيتونه. دونك هكا نحلو بالكعبه، بالكعبه ماذا بينا ما نجودوهاش على الاخر، جوستك الجناب نحلوهم بالباهي باش ما تجيكمش معجنه. عندي الكريبيير، تنجموا تستعملوا طاجين ولا المتوفر عندكم، تحطوها تبي على نار تكون هكا من الاول قويه، بعديك تنقصوا فيها دب شويه كما تشوفوا ناجحه 100%. شو كيفاه تنفخت بالحق تعمل الكيف. كملت حضرت الملاوي كلها ما شاء الله، حسيلو روعة، نودكم ومنشهيكم تريين بنين. عملت منهم لي ساندويتش، وخليت منهم زيدة من غدوة الصباح، عملتهم هكا كرفيسة بالعسل وزيت زيتونة، حاجة روعة. باش نقص لكم هكا كعيبه باش نوريكم هكا التوريق من داخل، كيما تشوفوا غسيت ناجحه 100%. وهي سخونه نعملو كساندويتش الملاوي، نحط فيه الهريسه والجبن، كعيبه عظام مسموطه والتن، حسيتو تنجمو تحطو هكا سلايطة، تنجمو تحطو البصل كيما ما تحبوا انتم. انا اكتفيت بالجبن والهريسه والطن والعظم، حاسيلو حاجه بنا ما نحكي لكمش. هكا نكونوا كملنا غسيتنا ان شاء الله اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تستفيدوا. ما تنسيوش كالعاده اللايك على الفيديو، ابوني على يوتيوب، نستنى لي كومونتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وبالشفاء. Thank you.